في حضارة. مرحبا بكم في FM أحلى راديو. مرحبا بكم في تونس 3000 سنة حضارة. برنامج يومي من الاثنين للجمعة. برنامجنا حلمة، حلمة برشا تونسة. حاسين اللي المشهد السمعي والبصري في تونس ما يعطي حتى أهمية للتاريخ. تاريخنا أحنا، تاريخ تونس، تاريخ الإنسانية. أحنا ما نجم نقدمه إلا ما نعرفه أحنا شكون. تونس 3000 سنة حضارة، من إعداد وتقديم دكتور محمد حسين فضل. من مكان إلى مكان. اللي مروا بكل المواني التي على طريقهم وأن التجارة كانوا تجمع تقول يشيوا من هنا وبيعوا هناك في المحطة اللي بعدها بضاعة فينيقية. فهمت؟ هذه هي طريقة البيع وطريقة التجارة عند الفينيقي. وهكذا تلقاهم عندهم معهم بضاعات مختلفة من أسواق مختلفة من بلدان مختلفة، وتلقى عندهم مش تحب. هكذا كانوا منها كل شيء موجود وجذابين. وتقول له حاجة مثلا حاجتي بكذا يجيبها لك. ما أنت طفل هدية صغيرة اللي فاتت صيدة خطفته كبر في الرحلة. كبر في الرحلة. كبر في الرحلة. كبر في الرحلة. يظهر لي حسب ما حكينا من أول ما بزينا التوى في الحلقات الكل ديما فما شكون يتخطف، يا إما من القراصنة ولا غيرهم. التجارة هذية تجارة البشر كانوا هما يسميوهم العبيد يمكن قبل، كانت موجودة بكثرة. بكثرة صحيح. كيفاش اختطاف؟ اختطاف، وحتى في قرطاج كان هناك اختطاف مثلاً. أما قصة اختطاف لأحد الكبار القرطاجيين، بنته اختطفها القراصنة وبيعت في جزيرة إغريقية، وكمل حياته الكل يبحث على بنته، وفي الأخر وفق باش عرفها. وخوه أيضا وقع اختطاف ابنه. شوقتني باش نعرف لقاها في الأخر ولا لا؟ لقاها في الأخر، عرست بابن أخيه كما كان مقرر من قديم، وخلالهم صاروا متاعه، وانتهت القصة بالفرح بسعادة وهناء كما في القصص الكل. احنا حكينا على فتاة صيدة، بدينا حديثنا من هوني. نحب نعرف شنو حكاية القسم، هل عنده علاقة بالقصة هذه؟ شو هو القسم قديما؟ القسم يقول أقسم بالآلهة، كان معروف ياسم من القديم زمان، من 1400 قبل الميلاد كانت مثلا المعاهدات تبرم بين الدول تنتهي أو تبدأ بالقسم. بقسم الملك يقسم بأنه سيحافظ على ويحترم تلك ذلك الاتفاق. معناها كأنه حنا بعل قسم عندما أمضى اتفاق مع فيليب الخامس في سنة 215 قبل الميلاد، قسم أنه بالآلهة، وبالحسن حظنا أنه ذكر الآلهة والآلهات، أقسموا بالإله فلان وبالإله فلان والإله فلان والإله فلان. هذا معطيات تمكننا من معرفة الآلهة في قرطاج. معناتها القسم عندهم هما كان بالآلهة كما احنا توا للحلفين ولا حاجة هكا. بالله اقسموا بالله، ويقول ذلك كيف اقسموا ببعل حمون وبتانيت وبعشترت. نحب نعرف اين كانوا يلتزموا بالقسم، ما كانوش يخلفوا القسم. الانسان انسانا قديما وحديثا، فيه من يلتزم وفيه من لا يلتزم. أما نتصور عكس توا، يظهر لي الأغلبية يلتزموا. كانوا قبل الأغلبية يلتزموا لأن كانت العلاقة مع الآلهة علاقة متينة، الإله له وزنه، القوة الإلهية لها وزنها فيحترمها.
ويخاف من عاقبة ما قد يجري قد يحدث له، يعني حدث له هزيمة أو حدثت له مصيبة، يقول هذا القسم ما احترموش. ناي كما احنا نقولوا توا ينجم ربي تحكي. بالضبط. مازلنا باش نحكيو على برشا حاجات، قصص وحكايات ديما عندها علاقة بالتجارة. يظهر لي كما اليوم حكينا على فتاة صيدا اللي لقاوها التجار الفينيقيين بعد سنين وسنين وعرفنا نهايتها. مازلنا باش نكملوا نحكيو برشا قصص أخرى في 3000 سنة حضارة. كانت هذه حلقة اليوم من 3000 سنة حضارة مع الدكتور محمد حسين فانتر. اللي فاتت الحلقة ينجم يلقاها على EFM.tn. غدا نتقابل في حلقة جديدة على EFM أحلى راديو. تونس 3000 سنة حضارة.